العمل المؤسساتي الناهض يحتاج إلى رؤية شمولية، رؤية مبنية على دراسة الواقع بكل تجلياته وظروفه، فرصه ومهدداته، عوامل القوة والضعف فيه، ومن ثم بناء تصور واضح عن مسار العمل والجهود المطلوبة فيه مادياً وبشرياً. النظرية الإدارية الحديثة تركز على عنصر العمل الجماعي التكاملي واستثمار الاختلافات في التوجيه الشامل للعمل، وقد اقتنصت البلديات في تركيا هذه النظريات وبدأت بتطبيقها برؤية عامة لتخرج بالعمل من طابع الفردية والمركزية إلى طابع العمل الجماعي واللامركزي. بلدية بورصة واحدة من هذه النماذج، حيث يشتمل المجلس البلدي فيما تشتمل عليه مرافقه على غرفة الاجتماعات العامة، وهي المكان الذي يجتمع فيه أهل الحل والعقد في البلد، التيارات السياسية، مخاتير الأحياء، مجالس التخطيط في البلدية، ممثل الحكومة، وممثلون عن الشعب. تشهد هذه الغرفة حوارات وجلسات عصف ذهني وجلسات خاصة لصياغة الخطط المرحلية والاستراتيجية للبلدية التي هي وجه الحكومة والمسؤولة عن تصريف أعمال الأفراد والمؤسسات. في هذه الحجرة تلتقي التيارات السياسية والفكرية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمعنيين بالشأن العام في مدينة بورصة لقراءة الواقع ولتشخيص التحديات ولوضع الخطط المستقبلية. هنا تدار بلدية بورصة، وهنا تصاغ الرؤى الخاصة بها في شتى المجالات. لبرنامج الألوان السبعة، ربما هذا النموذج لا بد من تعميمه على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط من أجل بناء مفهوم جديد للعمل الإداري والمؤسساتي واستنفار كافة الجهود للصالح العام، الصالح العام الذي يتم بناؤه على الصيغة الجماعية للعمل الإداري.